نمرة بقى 160 نكبرها شوية. ايوه ها، تتوقع ايه بقى؟ دي فلاتر 2 لواحد، برضو شفناها قبل كده كتير. ادي فلاتر ويف، ادي فلاتر ويف، ادي فلاتر ويف، ادي فلاتر ويف. واحدة مش مركوبة بالكيو ار اس، واحدة مركوبة بالكيو ار اس. كيو ار اس اهي، واحدة مش مركوبة، واحدة مركوبة. تكمل كده لحد الآخر، يبقى كله زي بعضه. فلاتر 2 لواحد، نصغرها شوية. أيوة بص كده، اهي فلاتر 2 لواحد. فين الكومبلكس؟ الكومبلكس اهو 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 اهو. فلاتر ويف مش مركوبة، وفلاتر ويف مركوبة، مركوبة بالكومبلكس. ليه؟ لأن الكومبلكس دي ماكرو ري انتري، بتقعد تلف بشكل مستمر ما بتستناش حد. الكومبلكس يقع في أي حتة بقى. يبقى اللي قدامنا دي فلاتر 2 لواحد. نشوف دي. بيقول لك دي واحدة ست عندها 50 سنة. بيقول لك واحدة ست عندها 50 سنة شاكين في ريكارنت بالموناري امبولاي. بيقول ايه هي الميجور ابنورماليتيز؟ طيب نمسك حاجة حاجة. أولا مفيش اي في بلوك. لا في اي في بلوك. شايف البي ار دي قد ايه؟ معدية 5 مربعات. بدا فيرست ديجري اي في بلوك. طب البيس ميكر ساينس والريت بالظبط 100 الا شويه، يعني يمكن 98 او حاجه، يعني نورمال ساينس ريزم. بعد كده نبص على البي. البي هنا ما فيهاش حاجه، والبي في واحد مش باينه اساسا، يبقى اترال انلارجمنت. لا طب الباندل برانش بلوك بنشوفه فين؟ في في واحد واثنين وفي 5 و6. هل الكومبلكس وايد؟ لا مش وايد، يبقى مفيش باندل برانش بلوك. نخش على الفنتريكولار انلارجمنت، برضه في واحد واثنين وفي 5 و6. ايه اللي انا الاقيه هنا بقى في واحد؟ طول ار في في واحد الار اس ريشيو اكتر من 1، ده معناه رايت فنتريكولار انلارجمنت. الاس تي ديبريشن دي غالبا سترين باتر ومتكرره هنا، يعني كوف دي اس تي ديبريشن وتيوب انفرشن ومتكرره هنا. في ناس تحب تسمي ده اسكيميا. والله ده يتوقف على العين عنده ريسك فاكتورز ولا لا، بيشتكي من تيبيكال انجينال بين ولا لا، وعايز تتاكد اعمل له قسطره، لكن دي غالبا سترين باترن. الاكسس واحد اكويفوكال، يبقى انا عمودي على ليد واحد. طب ليد واحد ده زاويته زيرو، العمودي عليه يا 90 يا ناقص 90. ما عنديش ليد عند الناقص 90، لكن عندي ليد عند ال 90 اللي هو الاي بي اف بوزيتيف، يبقى الكهرباء بتقرب منه، يبقى الاكسس 90. 90 ده نورمال، لان النورمال من ناقص 30 ل 100، وطالما نورمال ما اقدرش احكم على الهيمي بلوك. طيب هل في لو فولتج؟ اجمع دي زائد دي زائد دي، مفيش. وطبعا مفيش بقى غير الكلام اللي احنا قلنا عليه، ان هي ان انت احنا شاكين دي اسكيميا، لكن هي غالبا سترين باترن بتاعت رايت فنتريكولار انلارجمنت. وايه اللي جاب بقى الرايت فنتريكولار انلارجمنت؟ هو قال لك ان هم شاكين في ريكرنت بالمونري امبولاي. ريكرنت بالمونري امبولاي دي تعمل ايه؟
تعمل كور بالمونال، تعمل بالمونري هايبرتنشن، ومن ثم رايت فينتريكولار انلارجمنت. خش على اللي بعدها. بيقول لك وات از ذيس ريزم، المفروض انتوا تقولوها دي. مفتاحك البسمك جانكشن، عرفنا ازاي؟ ادي الريتروجريد بي مقلوبه في ليد 2 وجايه جايه افتر كومبلكس. طيب جانكشن ايه كمان؟ انها منتظمه. طيب جانكشنال تبقى ايه؟ سريعه تبقى سوبرا، بطيئه تبقى اسكيب، نورمال اكسلريت. دي بطيئه، نعد 1 2، نعد كويس 1 2 3 4 ونص. لا مش بطيء، دي نورمال ريت، لان النورمال ريت والار ار من 3 لـ5 مربعات، دي 4.5. يبقى اذا اكسلريتد جانكشنال ريزم. هات اللي بعدها. بيقول لك ده واحد عنده 20 واحده عندها 20 سنه عندها شارب تشيست بين، ايه التشخيص؟ ايه رايكم بقى؟ نجري على طول على المهم. دي مترتبه الترتيبه بتاعتنا 1 2 3 اي في ار اي في ال اي في اف، في 1 2 3، في 4 5 6. اهي يا سيدي كونكيف اس تي اليفيشن، اس تي اليفيشن، اس تي اليفيشن، اس تي اليفيشن، اس تي اليفيشن. بسيط بس شبه ديفيوز. ده بقى نقول عليه ايه؟ بيريكارديتس. طب ليه يا دكتور مش انفاركشن؟ اولا شارب شيست بين، والشارب شيست بين ده بتاع البيريكارديتس. ثانيا دي وومن، هو متعمد يقول لك انها وومن، يعني مش ريسك فاكتور، و20 سنه يعني مش ريسك فاكتور. بس يعني الوومن عندهم بتبقى من عندها 20 سنه. طيب خش على اللي بعد. تعال نشوف دي ايه. بيقول وات ار ذا نوتابل فايندنجز هير، ايه الحاجات الواضحه هنا؟ بيتهيألي بقى عيب قوي لما ما تاخدش بالك ان دي بيبالمونال. البيبالمونال طول يعني اكتر من 2.5 ارتفاع، وبيكت، وهي فعلا بيك. ده دي اول حاجه. طيب هل في حاجه ثانيه؟ البي ار اخبارها ايه؟ 1 2 3 4. لا مفيش فيرست ديجري في بلوك. طب ال 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 البيس ميكر ايه؟ ساينس. طب ريجولاريتي؟ ريجولار. طب الريت؟ مربع 2.5، يبقى من 100 ل 150. طالما من 2 ل 3 مربعات يبقى الريت من 100 ل 150، يعني ساينس تاكيكارديا. يبقى ايه هي بقى النوتابل فايندنجز؟ ساينس تاكيكارديا وبيبالمونال. طيب هات اللي بعدها. بيقول لك وات اريزميا از كوزنج ذيس بيشنتس بالبيتيشن، يعني العيان ده جاي يشتكي من بالبيتيشن. تفتكروا ايه؟ فلتر، سوتيس. اهي سوتيس، اهي شوف دي. بس دي كام بقى؟ فلتر كام؟ شكلها 2:1 ولا 4:1؟ لا دي من ده على ده، يعني دي مثلا 4:1، 1:1 دي بتتحسب، دي راجعه على التي. 2:3 4:1، ودي 1:2 2:1، يبقى ماشيه ويز فاريبل بلوك. اتريال فلتر ويز فاريبل بلوك. ليه مش باينه في كل الليدز بنفس المنظر؟ يعني هنا مش باينه مثلا. ايوه انت لو صورتك 12 صوره ودنك الشمال مش هتبان من ال 12 زاويه، مش 12 زاويه، في حاجات بتبين كويس وحاجات ما تبينش.
هات اللي بعدها. بيقول لك what factor is most likely to have caused the A change from أو the change from A to B. العيان كان كده، دي 5 و6 كانوا كده، ايه اللي حولهم كده؟ شوف التي هنا عامله ازاي، شوف التي بي هنا بقت عامله ازاي، اللي هي الهايبر اكيوت تي. يبقى هايبر كاليميا، ان هو مديلك هايبوكالسيميا، هايبر كاليميا، هايبوكاليميا ديجيتاليس، لا دي هايبر كاليميا. يقول لك what metabolic problem was corrected in this patient accounting for the marked change on the ECG from one day A to the next B. يعني المفروض ان دي ECG بتاع النهاردة او بتاع امبارح، ده ECG بتاع النهاردة. بص يا سيدي ولا ايه؟ شوف عن غير